بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه عاد ها هو اللقاء يتجدد بكم في حلقه جديده من برنامج الذاكره الرياضيه في هذه الحلقه يسعدنا ان يكون ضيفنا الخبير الكروي الاستاذ القدير فرج عبد الرحمن بيوسف اولا استاذ فرج نحبك ضيفا على قناه عاد شكرا على هذه الفرصه المتاحه استاذ فرج يعني اولا حابين نتعرف على محطاتك في الحياة من الناحية الشخصية ومن الناحية العملية باختصار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين فرصة أن نلتقي بقناة عاد بمدينة الشهر التاريخية ونتعرف أو تتعرف على من هي الكوادر الرياضية على مستوى مدينة الشهر التاريخية وانا قد اكون واحد من هذه العناصر التي لها دور في هذا الجانب في مدينه الشهر. وقبل الدخول في هذا الجانب الرياضي احب ان اعطي صوره عن فري عبد الرحمن بن يوسف من مواليد مدينه الشهر عام 1948 درست المدارس بمدرسه مكارم الاخلاق الابتدائيه ثم بالمرس الوسطى بالشحر اللي هو حان الباقه حديثه الان ثم انتقلت الى ثانويه المكلب بالدفعه الثانيه، ثم انتقلت الى التعليم الجامعي عبر الى المانيا واول دراسه لي كانت في 74، ثم انتدبت مره اخرى الى الدراسه في المانيا عام 80 وتخرجت عام 82 بدرجه ماجستير. والحمد لله الطريق كان مليئ بالتعليم وبالاطلاع وبالحب وبالمتابعه. ثم واصلت واصلت في العمل اولا لما بدات أخريت مثلا درست في وسط الشحر. من عام 67 ايام السلطنه القيعطيه الى عام 69 ثم انتقلت في حوره لمده ستة اشهر ثم انتقلت الى ثانويه المكلا ومنها انتقلت الى جامعه حضرموت عندما عندما كليه التربيه ايام بالمكلا التابعه لجامعة عدن في 74 وتظليت وتاهلت في هذا الجانب حتى وصلت احد الكوادر الموجوده في مدينه الشهر متزوج اللي هي ثلاثة أولاد اثنين أولاد وبنت طبعا الولد البكر الأول توفي الآن حاليا اثنين أولاد وبنت هذاك يعتبر الرابع الأولاد الحمد لله متزوجين كلهم العملية و... ثم شقته طريقي في الحياة فمن الجانب كلاعب في كرة القدم أولا كنا في المدارس وكان في الفترة التي كنا نلعب في المدارس لا توجد فرق شعبية جميل وإنما كان توجد هناك المدارس اللي هي عبارة عن نواة تتربى فيها من الصباح الباكر الى حد في المساء تقوم من الصباح تروح عمليه كنس وجمباز ثم تعود ثاني مره الى المدارس الدراسه تيجي العصر تعمل نشاطات ثم تعود في الليل وتعمل مذاكره ونشاطات طبعا مختلفه على العمليه سواء كان رياضيه او كان اجتماعيه فنية مسرحيه موسيقيه غنائيه موجوده في زراعيه في كثير من الانشطه التي تقام كان في مدارس فالطالب يكون في اثناء الدراسه في هذاك الفتره مشغول من الصباح الى المساء وبالتالي هو يتلقى الجانب التعليمي ويتلقى الجانب التربوي ولهذا نحن من خريجين ذو الخبرات التربويه التي اكتسبناها في الحياه من خلال هذه المدارس وايضا صعدنا الثانويه والوسطى بهذا الكلام موجود فيها ثم انتقلت الى ثانويه المكلة كنت مسؤول المختبرات تنظر ظروف معينه في الشحر جبرت لنا في الفترة الماضية أيام كان الناديين كوكب الصباح الرياضي بالشحر وكان المكلة شباب الجنوب وكان صدر انه تبعد الكوادر وكلها الموجوده اللي هي تاريخ بمدينه شهر من عام 70 ثم انتقلت الى الثانويه وبدات في التدريج كلاعب اول في كوكا بشهر العمليه فيها ثم تدرجت الى لعبت في مدارس الابتدائيه في الوسطى وفي الثانويه وفي الثانويه وكنت من المبارزين المبارزين اللاعبين البارزين وخاصه انا كنت مركزي كحارس مرمى يضفي الى هذا كنت العب من اللاعبين السله والطائره والقفزه العاليه كنت أسيل فيها ارقام معينه واستمرين في هذا الجانب ثم وتيحت لنا في هذا العملية بعد أن ترقيت من ال 74 أن أكون رئيس قسم الشعبة التربية البدنية شعبة التربية البدنية في الثانوية في الجامعة كلية التربية بالمكلة وعندما أسست جامعة حضرموت بدأنا نفتح قسم قسم كلية التربية بجامعة حضرموت للتربية البدنية والرياضية وكنت أنا المؤسس مؤسس في هذا القسم وكنت بالفعل يعني اول من بدأ نشد أن نخلق صرح تعليمي جامعي في الجانب الرياضي والآن كنا الآن في حوالي دفعة 19 او 20 خريجين هذا هذه القسم في هذا القسم ثم سلكته في الجانب بعد من السبعينات في الجانب التدريب فدربته في الكوكب ودربته في سبعول ودربته ودربته ايضا في نادي المكلة ودربته في تضامن ودربته في سيئون ودربت ايضا في عب ودربت الفرق الوطنيه المختلفه كوان كوان قبل الوحده او بعد الوحده. والحمد لله لي مشاركات كثيره في كثير من المؤتمرات الرياضيه سواء كان بالداخل والخارج. ولي ابحاث في الرياضه في العلميه ومنشوره في الجرائد العلميه الجامعيه. فهذه موجز بسيطه عن عن تاريخي في, في تاريخي منذ نشاتي حتى وصلت بهذا الكلام. استاذ فرج يعني بكونك احد الشخصيات التي مرت على اغلب المحطات الرياضية هنا في مديرية الشحر وكنت شاهد على هذا العصر وكنت أحد المشاركين في كتابة هذا التاريخ حابين نتعرف كيف كانت الرياضة قبل دمج نادي سمعون في الكوكب الشباب ومنهم كانت أبرز اللاعبين الذين يلعبون في تلك الفترة وماذا كان دورك في نادي كوكب الصباح فكرة جميلة ويجد أن نعود وقبل البدء في هذا العملية يعني وجهه نظري ورايي الشخصي انه كل شيء له تاريخ والرياضه لها تاريخ اذا لم نعد نعود لتاريخ الشحر الرياضي لا نستطيع ان نتعرف ان نطور ان نعمل شيء قبل أن نعرف من هو التاريخ الرياضي تاريخ الرياضي في الشعر فكان الكوكو والشباب كنا كلاعبين منذ البدايه ثم تولينا كثير من المسؤوليات في هذا في هذه الانديه كنت منذ تخريب من الثانويه كنت مسؤول الثقافي فأنه بعد مسؤول الرياضي في نادي كوكو بشحر ثم تبواته تبو الى ان اصبحت رئيس النادي نعم في الفتره وكان ما قابلنا شباب ينوب ولكن تربطنا الحب والود والاخاء لاننا كل اللاعبين والممارسين كنا تربويين جميل فكنا نتفق في كل شيء موجود فيه مع ذلك لما نتنافس في الملعب لم تكن هناك اي مشاغبات تخدع عن نظار الادبي في الجانب في هذه الناديين نعم. بل كانت محبه وألفة وكان هناك صداقات وكنا تجمعنا بعضاء الشباب نحن عندنا الكوكب علاقات كبيرة وأسرية بتلاقي في نادي واحد من هو من الش... في دار واحد في دار واحد من هو من الشباب من الكوكب نعم لكننا نتنافس في الأيام بالرياضي فكانت الرياضة الرياضة حب وإخلاص وتقدير وتضحية ليس فيها جانب من المالي فمن خلال أيضا هذه العملية ولحد الآن قبل ما العملية فيها عود في العملية في الشخصيات اذا لم تاريخنا الجيل الحاضر لا يعرف منهم هم اللي لعبوا الرياضه في شهر نعم وللاسف قيادتنا اللي تقود الرياضه لا تعرف منهم هم اللي تاريخ في شهر فكيف يكون لنا تاريخ؟ صحيح يعني انا وجهه نظري ورايي على القيادات الرياضيه اذا ما ترتفع الى المطلوب ان تعمل جناح في النادي توثق من هم الرياضيين اللي, اللي لعبوا لهذه الشهر؟ نعم. من هي الكوادر اللي رفعت مستوى الكره في الشهر؟ من هي التي شاركت؟ من هي اللي شرفت برع؟ من هي العمليه مثلت في الفرق الوطنيه؟ لا. فهذا حتى يعرف هذا الجيل من هو كيف تاريخ الشعر؟ لا. هذا الجيل لا يعرف شيء حتى من هو من شارك في الفرق الوطنيه؟ من هو درب فرق وطنيه؟ من هو قاد في الاتحادات اليمنيه؟ لا يعرف شيء، فكيف نحن نريد ان نبني رياضه او ما لنا ونجهل تاريخنا وحضاراتنا الرياضيه لمدة فشهر. على سبيل المثال تاريخ كوكب الشحر أربعة 1954 أسس، ونادي الشباب أسس عام ألف وتسعمائة 1960. ألف وتسعمائة لكن قبلهم كانوا عندي هل نعرفها؟ من هي هذه الانديه؟ كان ايش كانت تجاهاتها؟ ومن عاد في كان نادي, نادي النجوم في العمليه فيها قبل ما موت فيه وكان كاف دخلت كره القدم في الشهر لا كثير لا يعرف ان الرياضه في الشهر فكذا فنحن عندما كنا بدانا العمليه بعد ان من المدارس كان كل اللاعبين القادمين للانديه كانوا قادمين من المدارس نعم. ولهذا كان اخلاق وتربيه وتعليم فيها فتلاقي ان مستوى النضوج واللاعبين اللي كانوا يلعبوا في الانديه لديهم ثقافه كرويه وثقافه تربويه وبالتالي ممن ساعدوا على بروز الكراعه الموجود في حضرموت فحضرموت كان من مرتكز البطولات او معظم البطولات التي تقام في حضرموت كان ياخذها شباب القوقب وهذا كان لقاعدتها الرياضيه حتى ما المكلة والغير لها تاريخ رياضي لكن نحن تاريخنا رياضي دمر، أمش انا لما تروح نادي سمعون لا تلاقي صوره اللاعبين من لعبوا لشهر لا من الكوكب ولا من الشباب. هل هذا نحن نحافظ على تاريخنا؟ طبعا هذا جانب من الجوانب، من الناس اللي لعبت معاهم كان طبعا كنا كان نلعب في النادي جيل بعد جيل، انا منذ انا شعرت ولعبت في الكوكب كان فيه واحد اسمه يلعب في مركزي اسمه صالح زيد، بعدين عمر عبود حمده وبعدين العمليه يا سالم اليزيد يا احمد البكري احمد يسمونه شاحث وبعدين سالم اليزيد وبعدين انا في حراس المرمى ثم يا بعد سعد بامدحي نعم. وسعيد مبارك بامحسون هذا لعبه في خطوط الدفاع كان يلعب عبود بغزال كان يلعب سبيص حليل هذا سبيص حليل مرجعي بالنسبه للرياضه لانه كان يعاود السفر لبرا نعم. الى السواحل لما يجي كان عنده فكره لانه كراك كان في شرق افريقيا متقدم اكثر منه فكان ينقل لفكرات والخطط الرياضيه كان العملية عندنا سعيد فريم محفوظ حفود يسمونه لقب دبابة كان عندنا أزل العملية فيه محمد أحمد طيب معنا يلعب فيها لاعب كان معانا يلعب مبارك سعيد علي يسمونه تمباكو كان يلعب معنا محمد عمر علوان مدرسة كروية في خط النص من الأشياء من اللاعبين اللي نشتررهم على بصة المحافظة لحد أنا عانا يعيش ولا يذكر هذا علوان لقى في الشحر وقدم العملية بل كان يضحي ويقدم مال من عنده لل حتى للكوكب وللرياضة الرياضة العملية ايضا عندنا كان هادي زادان عندنا ايوب يمعه، عندنا فريق سالم المفلحي، عندنا محسن فضل، عندنا صالح ابو بكر الصبان، عندنا عندنا العمليه فيها على ما يذكرني الحط مجموعه كبيره من اللاعبين عبود عسكر وهب بن دحمان يلعب فيها خميس يسلم منصور عوض خميس بن سليمين هذا في نادي الكوكب في نادي الشباب ايضا جيل كامل عبد الله <متحدث> باشا محمد حسين الجحوش عثمان سليمان اللي فضل علينا حتى على الشباب الكوكب لانه كان ايام الستينات كان مدرس في الوسط في <متحدث> وسط الشحر وكان فعلا يحب الرياضيين وي... حتى نحن لما نخطي عاماً نحن بمعاقبه شديده في المواد التربويه درسنا نحن كان يدرس اللغه الانجليزيه حتى لا رياضيين الرياضيين كسلانين لابد يكون من الرياضي من الناس المتفوقين في العلم <متحدث> وهذا ميزه من الميزات وكان معنا مجموعه عمر المغرب كان تحول من الشباب لكوكب والشباب فيها كان قوم حمد القعطبي العبد دا العبد دا بن دحمان يسمونه العبد دوما موود كان حارس مرمى فيها صالح باشميلي وفيها عبد الله باشميلي وفيها سعيد باشحري سعيد باشحري وفيها مجموعه كبيره من اللاعبين هذا حماد ناصر حماده ناصر بو, بو سبعه عبد الله كان حبليل كان اول هو لاعب كره قدم لاعب مهاجم كان عندنا بعدين مسك حراسه لأنه شباب لا توجد احمد القعطبي مجموعه كبيره من اللاعبين كان يمثلوا ايضا في اللعبين وكان من ابرز اللاعبين اللي يشاركون في هذه العمليه، اضافه كنا نستعين باللاعبين القادمين لنا من المهجر على سبيل المثال مجموعه من الشباب الكوكب كان في الكويت, الكويت كانت تلعب كره فيها ويلعبها وكان من شرق افريقيا يجون لاعبين قد عصمت عيال عيضة العمل مجموعه فيها هذا كلهم ياتون لانه يلعبوا معنا في العمليه وبالتالي كنا عبارة عن خلية نحل واحدة في مجال الألعاب الرياضية وكنا نبرز ونقدم وتاريخ بندخل بالشحر لما يلعب فتح الملعب 65 هزمنا منتخب مكلب بكمية وستة أقوال وهذا الشيء آه شيء جميل يعني الصورة الشحر صورة أن الشحر الشحر لها تاريخ جميل فهذا العملية كلها الآن لا دي الآن لا توجد تاريخ للشحر لا يعرف الناس من هو لعبوا حتى كره في الشحر آه أستاذ فرج يعني حابين نتعرف ايضا على فترة تأسيس نادي سمعون بعد دمج نادي الكوكب وشباب الجنوب وكيف برأيكم كيف كان هذا القرار بالرغم انه زي ما هو معروف انه قرار سياسي ولكن هل كان في صالح الرياضة حسب ما سمعنا ان لكم كان دور في في تسمية النادي كان لكم دور في وضع اللبنات الدمج جميل في الفترة اللي كان الشباب والكوكب واخر ايام ميدهم بدات هناك تمارس سياسه الضغط السياسيه بعد الاستقلال مو مو بدو في الشحر بدو في عدن بعد الاستقلال وبدو في نحن كنا مسؤولين في الشهر وشعرنا ان هناك تمارس لدينا كثير من الضغوطات لا يقدم لنا المساعده ولا يقدم لنا العمل فيه لانه نشعر في ضغوط ولهذا على سبيل المثال انا ياتي للسلطه واقول لهم والله عندي بكره مباراه في المكلا نشتي فراغ تفريغ اللاعبين يقول لك والشباب فشعرنا نوع من المضايقات من المضايقات في هذه العمليه ما تقدم ان اصبحنا لابد نحافظ على كياننا الناديين وهذا المدرستين الكرويتين اللي تتمثل بمدرسه نظاميه معينه نعم. فكان كوكب الشحر يمثل الكره الانجليزيه وشباب ينوب كان يمثل الكره البرازيليه دمين. وكان مدرستين مختلفين في هذا فعندما شعرنا ان نحن مستهدفين وبحكم العلاقه اللي بيننا بدأنا نجتمع تجارب ليش نحن ما نعمل نادي واحد في الشعب سمين. توفر لنا الامكانيات وهذا العمليه فيها قبل ما يغزو علينا بالقوه نعم فاتفقنا وبالفعل وكان ود ويتمعات ولقاءات العمليه واتفقنا أن نتفق أن احنا النادي ندمنه وبدأنا نسمنها يعني 75 كان هذا كان في 75 المكلف بدأ من 72 73 في, في الدمي وفي عدم بدأ قبلها من 72 نحن بدينا نعم. بدأنا في 74 75 شكلنا شكلنا نادي سمعون وشعر وسمعون اخترناه من اسم المدينة نعم من اسم المدينه اخترنا على من من اسماء تاريخيه لمدينه الشحر فاخترنا نادي سمعون. حسب ما سمعنا انه كان هناك قبل ان يتم تسميه سمعون كان هناك اسماء مرشحه بقوه في تلك الفتره ولكن في نهايه المطاف تم ترسيط على اسم سمعون. ما هي كان ابرز الاسماء التي كانت مطروحه على الطاوله؟ والله أسماء بسمع معينه بس ما حد يقول اسمه النهضه حد يقول عمليه فيه لكن يعني أول ما طرحت الاسم من عندي طرحت العملية فيها فبدأ الترحيب بهذا الاسم أكثر من اللازم آه جميل يعني نحن نتكلم أستاذ فرج يعني في تلك الفترة رغم يعني البعد الزمني بين الفترة الماضية في فترة الستينات والخمسينات والفترة الآن رغم التطور الحديث ولكن بحسب ما أوردت في حديثك أن الرياضة كانت هناك مدارس من كرة القدم لكرة القدم في المدارس كانت هناك أجيال تربت وتخرجت من المدارس وتربعت عبر الفئات العمرية إلى أن وصلت إلى الفريق الأول. اليوم نرى غياب لمادة التربية البدنية أولاً في المدارس، نرى غياب تفريخ المدارس للاعبين البارزين. هذه عوامل سياسية كبيرة تدخل في هذا الجانب وما أحب أدخل في هذا الجانب. وبالتالي أنا مقتنع أن دخول السياسة في الأندية أو في الرياضة في الرياضة هي العام الأول التي بدأت تدمر الرياضة بهذا الجانب نعم. وأضيف لها أضيف, أضيف لها هذا عندما يسمعون و سمعون واستأسس نتيجة الدمج وجد نادي سمعون نعم. نادي تاريخ ناديين نحن حفاظا على تاريخ الناديين لأن الناديين كانت مش رياضية بس فقط وإنما كانت ثقافية كانت اجتماعية كانت لها نشاط مسرحي جميل كانت لها نشاط, نشاط فني كبير بهذا العمليه فيها نعم. كانت لها نشاط اجتماعي فيعني كان لها معارض نعم كان عباره عن سهرات تقوم في الانديه جميل ما تصورك كان تاريخ الناديين نعم العمليه في فيها فبدانا لما جينا الناديين العمليه فيها واستمر سمعون كان اول ما بدا سمعون بالفعل كان مستوى رياضي رائع جدا مخلفات الناديين نعم لكن دخول الجانب السيادي السياسي في هذا الجانب بدا الانحراف نعم في الجانب يؤثر على العمليه وبدات هروب الكوادر اللي كان ماسكه التربويه اللي كان ماسك في الانديه تهرب نعم فما حد مسك النادي فعندما مسك النادي يعني اخر شخصيه اعتبرها هذا كان ماسك النادي مجموعه كان صعيب بريمه اخر مجموعه سلمت من, من العمليه فيه ومن بعد سعيب بريمه كل القيادات التي يات... اتت الى النادي هي دمرت النادي واستشهد بذلك ابيتين من كلام الشاعر المحضار لما شعر اول سمعون كان كان سمعون جميل جدا وبدا في ال 85 الى عام 90 كان فريق قوي نعم. وكان يضرب كل من كله بعد 90 بدا الانحدار يعني في الجانب السياسي العمليه فيه حتى سمعون المحضار يقول السنة الشبيبه تغلب الاهلي كان نادي الشبيبه دي الشرقيه شكل نعم الاهلي كان بالغيل ووحده شحير ضوت الوطن مغلوب نادي شحير نادي الوطن قبل بعد الدم يسمي نادي وطن ونادي الهلال نعم. في المكلة ناديين خمسة أدية لقوها في ناديين العمل فيه ونقول سمعون سمعون يا قهري وإنسان سمعون كودو قثنيان ثنيان علوم لما بدأ مسوا سمعون ينحط وبدل أن في نادي سمعون من التسعينات إلى حد الآن بكل القيدات اللي مسكت هذا نادي سمعون نشعر أن سمعون لن يتقدم يعني تخيل تاريخ الرياضة الآن في الشحر في سمعون لا توجد أي نشاط رياضي <applause> نعم لا سلة لا طائرة لا تنس طاولة لا شطرنج لا كل الألعاب الرياضية النادي الوحيد لا يمارسها لا فئات عمرية نعم <applause> جميل أنهم طلعوا الممتاز بعناصر غير من عناصر جميل حقق إنجاز لكن هذا إنجاز بيستمر إنجاز يعني تخيل فريق يحقق يطلع الدرجة الممتازة لو يوجد فيها لاعب واحد حارس مرمى من الشهر واللاعبين كلهم من الخارج إذا توفرت الظروف الإمكانية جميلة إذا كان نحن نقول ننتقل سوى الاحتراف ولكن هل مستوى الاحراف الان مستوى الاحتراف الان يتناسب معنا؟ لا هل نترك معنا الشحر؟ هل انت تولد لدينا قواعد؟ من مسؤول عن تاسيس القواعد؟ وللاسف استاذ فرج انه اداره النادي الحاليه لم تقوم بتاسيس قواعد من الفئات العمريه خلال الاربع والخمس سنوات الاخيره وهذا ما اثر على عدم وجود كوادر من اللاعبين في الفريق الاول كلامك جميل لانه للاسف جادة سمعون لو يد فيهم واحد يلعب كره لو يد فيهم واحد مثقف تربوي كبير رياضي اذا ايش تنتظر العمليه يعني؟ تفكير في مجال ضيق في مجال جدا لا يستطيع فيها ان يطور رياضي انا استحي على نفسي لما يجي فريق يزور يشحر يقول بزور النادي نزور خرابه لا نزور منشاه سمعون رائعه جميله زي ما عملوها كانت عباره عن ملتقى الناس يحبون يزوروا يسمعوا لما فيه من مناظر وتشير وتسجيل العملية الان خرابه نعم هذا ينعكس على تاريخنا في الشحر ينعكس على انت هل الشعر ترضون بهذا ان يكون ناديكم بهذا الوضعيه بهذا العمليه اضف ان الألعاب ماشيه رياضيه فيها موجود فيه, فيه. انه حتى الحياة الاداريه لا تتمع في النادي نحن مش لا توجد هيئة عمومية انت... تجتمع أه؟ ايضا الهيئة العمومية دورها مغيب بالكامل 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 ولكن للاسف ان القيادة الرياضية في المحافظة هي تساعد على عملية تدمير الرياضة بشعر نعم. وهذا وضعية من الوضعيات التي نحن حاولنا نشتغل ونعملية فيها حتى السلطة المحلية سلبية في موضوع الشعر في موضوع الشعر مش في الرياضة في كل شيء سلبية وهذا من العيوب اللي موجودة عندنا نحن نعاني منها نحن عندنا امل كبير انه هؤلاء الناس الذي لديهم حب الرياضه او الناس اللي العمليه لديهم ثقافه معينه هل نستطيع ان ننقد هذا الرياضيه ان نضع تصورات لابنك ننتشر الوضع الرياضي ونطوره الى المستوى افضل واحسن الرياضه لا لا تشرفنا عيب نادي رياضه ما في رياضه ما في رياضه جميل استاذ فرج ولكن مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ونعود لنكمل مجريات هذه الحلقة عودة إليكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج الذاكرة الرياضية نكمل هذا الحوار مع ضيفنا السادة فرج بكونك مدرب منتخبات وطنية ما هي الفترات التي تقلدت فيها مهام التدريب في المنتخبات الوطنية قبل الوحدة وبعد الوحدة تدربت اول منتخب حضرموت منذ تأسيسها من, من 74 جميل فكنت برافق مع واحد صيني اسمه كاو بعدين رحت المانيا ودرست وعدت وثم جيت تباوات تدريب منتخب حضرموت جميل عده مرات ومنتخب وادي حضرموت مره ذهبتها معاه مره ثم منتخب ناشئين في الجنوب مرتين ومنتخب الوطني للاولمبيا موجود في عدن هذه آه المنتخبات اللي تدرب يا إيه ليانا بالانديه موجوده فيها الفترات الزمنيه يعني بالاعوام يعني في في المنتخبات الوطنيه قبل الوحده وبعد الوحده قبل الوحده من 85 اول تدريب لك آه كمنتخب في المنتخب الفريق الناشئين له من وقف بجانبك في دعمك لتبوء هذه المهمه طبعا هنا عبر الجنوب كان منتخبات كل مدربين مؤهلين كنت انا مؤهل في هذا الجانب وعندما قريت ورشحت من ضمن مؤهلين وقلت فرق وحقق نتائج ممتازه جدا حتى عدت ثاني مره ادرب في هذا العمليه وتوليت قبلها اول توليت تدربت فريق الشباب كان ذاهب اليزاير واختلفت مع القياده الرياضيه موجودة في عدن وقد تكون سمعت قضيه بن بكر العمليه فيها نعم كان هو من ضمن المؤهلين لفريق الشباب وعندما تم استبعاده آه تم استبعاده تم استبعاده وانا تركت المنتخب وعدت لانه لا المنتخب بديت سجلت موقف يعني في هذا موقف انه يعني العرض كان أنا كبير كب... انا كمدرب لا اسمح ان واحد يتدخل في شؤوني نعم وبالتالي عدت انا ثم عدت ثانية مره من عام 85 84 خمسة وستة وثمانين لما تسعين بعدين بعد 90 في المنتخب الأولمبي وضرت بهذا العملية من هو فريبة يوسف في التدريب شخصية موجودة له قراره العملية فيهم ما حيتدخل في شؤونه جميل استاذ فرج من هم اللاعبين من ابناء مديريه الشحر الذين وصلوا للمنتخبات الوطنيه على مر التاريخ في كره القدم طبعا بندخل من, من في عهدنا اللي موجود بعد التدريب طب ايوب مثل كثير من المنتخبات الموجوده فيها اعتقد الجحوشي ايضا مثل موجود مع محمد صالح كان عندنا يلعب في الشباب بن اسماعيل وصالح كان يلعب معنا في الشباب موجود مثله ومجموعه منهم عبد باحميش نعم. منهم عبد ابو منهم موجودين فيه عوض عاشور كم مره كان معانا في منتخب الناشئين بهذا الكلام اللي مروا فيه عوض بن بكر عوض بن بكر نعم. اكثر, أكثر لاعب لعب للمنتخبات عوض بن بكر وعبد اكثر لاعبين ايوب اكثر واحد له مشاركه بس حسب ما ورد انه ايوب تم تهميشه لاسباب عنصريه لا فت... ده... طبعا مو عنصريه فترة العمليه لأنه كنا حضر معزولين عن عن عدن فكانت ايام الجنوب كان ما بدانا نشترك في عدن متاخرين في الثمانينات ما قبله كنا نحن مختلفين. يعني نحن حضرموت موت بشق وعدن يلعبون بشق والسلطه موجوده في عدن كان يختارون كلهم اللاعبين من عدن فعندما بدا الاحتكاك بين بعد هذه العمليه فيها بداوا يختاروا بعض اللاعبين فمثلوا من المكلم من الغير بعام كان كلهم دائما العمليه دخلوا وشاركوا منتخبات وطنيه لكن ما قبلها لحد قريب كان ماشي مشاركات ما مشاركات وطنيه مشاركات يتسولوها يا جماعه عدن والمحافظات القريبه منهم لعدم وجود دوري عام حتى تستطيع ان تعرف بهذا الكلام أه برايك يعني حادثه شطب بعض اللاعبين من نادي سمعون في التسعينات من ضمنهم عوض هل ترى انها كانت سبب في تدني مستوى الرياضه ومنها هبط النادي الى مستنويات دنيه ام انه في اعتقادي ان هناك مرت الرياضه بمراحل من التكتلات والتفرد بالقرار وهذا ما تسبب حتى ما هو حاصل الان في وضع الرياضه التكتلات قد تكون باطنها فيها ظهرها فيها الرحمه وباطنها من قبلها العذاب يعني للاسف انه اللي يتكلموا في هذا لا يفهموا المراحل ولا يفهموا كيف الخطوات والقرارات التي اتخذت للاسف يعني وانا ماشي اخوض في هذا العمليه في هذا الجانب لانه خلي الامور تنكشف في وقتها المناسب ولكن هناك قرارات اتخذت العمليه لمعاني وضع معينه قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه ولهذا انا محكم بمنظار صغير حول هذا العمل يجب ان تترك هناك تبحث لماذا تاخذ هذا القرار هذا نعم. حد 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 سأل سال هل هل البحث ما حد العمليه اذا انا ما بتسرع بعطيك جواب هذا الكلام صعب من الصعب العمليه فيه واتركه للزمن يكشف نفسه هذا العمليه رغم انني لم أقول في الشهر نعم جميل أه. استاذ فرج يعني راح نتكلم ايضا عن التكتلات وال أه. ال... الت... الخروج من اطار النادي، قد حصلت هذه الحادثه في التسعينات حسب ما سمعنا وكان خروج هنا مجموعه من الرياضيين نادي سمعون وتأسيس فريق يسمى الاولمبي والان ما هو موجود في الفتره الحاليه، برأيك هل هذه خطوات صحيحه؟ ام انه الـ الـ من يمسك بزمام الرياضه يهمش الاخرين وهذا ما يسبب هذه الظواهر؟ هي 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 هذه الظاهره انه من مسك النادي قال النادي حقي يعتبره ملكيه خاصه. ولا يشاور نعم ولا تكون لديه مرجعيه في النادي نعم أنا من خلال معرفتي واحتكاكي بكل ابناء الشعر لا توجد الذي خصومه مع احد جميل ال الكل يحب الشعر نعم الكل معه سمعون نعم ولكن تنفير الناس تنفير الناس عدم استشارة الناس عدم تقريب الناس خلق هذه وإلى حد الآن لا حد يفكر ما فيش واحد يفكر أن نادين في أنه يكون ناديا نعم. في الشعر في فقر الناديين يفكرون في نادي الشعر هذا عقلياتهم ضيقة وصغيرة ولا يمتلك الخبرة ولا يمتلك الوعي ولا يمتلك الثقافة أنا ما عندي مانع تكون حتى عشرين نادي في الشعر نعم. وأحب أمثل لك العملية قلت كنت, كنت سمعتوا بكرواتيا دولة شاركت وسط كاس العالم المرحلة على الثالثة كاس الثالث في كاس العالم هذا سكانها ثلاثة مليون نعم. فيها أربعة ألف نادي نحن الشعر عندنا في نادي واحد هل انت لما تفتح نادي اخر هل المقومات لك الماديه والبشريه الماديه والمعنويه موجوده لا توجد كيف تشكل نادي اعتقادي ان العائق الوحيد في الفتره الحاليه في افتتاح نادي جديد هو الجوانب الماديه لان الرياضه الان اصبحت كلها تتكلم بالفلوس حتى الرو... فلوس. ايش حققنا حتى نفتح نادي ثاني كم انتينا من اللاعبين المحترفين هل معنا لاعبين احترفوا هل معنا لاعبين فايضين نحن لاعبين الان طلعنا بالدريوك وكلهم من برا فكيف تشكل نادي ثاني وما عندك القاعده الاساسيه اللي اللاعبين؟ بناء القاعده هناك خلل في بناء القواعد من الفئات العمريه خصوصا في اداره النادي الحاليه بني اصلاح وضعك بدي صلح وضعك الرياضي تبني من تحت من قبل البراعم والبراعم والناشئين والشباب والأولمبي والشباب واحد والشباب اثنين والاولمبي وعندما تتوفر لك القاعده الرياضيه والمستوى الرياضي واللاعبين اللي على مستوى جيد فكر في نادي ثاني اخر. لماذا لا نشاهد لاعبين في المنتخبات الوطنيه حاليا؟ تك هو تكمن هنا انت ليش المدرب لم يختاروا احد لاعبين من الشعر؟ اذا اين يكمل الخطا؟ هل يكمن في الاداره؟ هل يكمن في التدريب؟ هل يكمن في الملا في اللاعبين؟ اللع هي, هي حلقه هي. مترابطه في اعتقادي بس اذا هذا اللي بتبحث انا هذا تبحث فيه العمل هناك حلقه مفقوده اه هذا حلقه هي حلقه هذا ثلاث موجود لا كادر مؤهل يدير النادي واضح تمام؟ لا تدريب يعطي المستوى المطلوب. تدريب ليس مؤهل. وللاسف مدربين كل من درب كان يعرف كل شيء يختبر الكره، والكره علم من المهد اللحد، حتى انا اعتبر نفسي ناقص في التدريب. جميل. تمام. واللاعبين لا توجد لديهم من يدربهم، من يعلمهم، من يصلح اخطائهم، من يطورهم. التدريب هي عباره عن ممارسه وتطوير. فهذا اذا هذه الحلقات كلها مفقوده. فايش كيف تعتمد انت على وجود نادي ثاني وما عندك القاعده والبنيه اللاعبين يغطون نادي واحد ما عندك يغطون نادي لاعب واحد نعم كيف يفتح لك ناديين؟ حتى بتربع خمس انديه في شهر لو توفرت القاعده الماديه والمعنويه والمعنويه فليكن في اعتقادي ايضا استاذ فرج يعني أه الجانب المادي والاوضاع الاقتصاديه الصعبه أه تحد من ظهور كثير من الواهب وتجد الكثير ما ينتهي مطافه سريعا بسبب ظروف المعيشية ليها للحياة والأوضاع الحالية جميل. كلام جميل لكن هل نحن فكرنا في عملية الآن الرياضة كانت هواه في أيام زمان ورفع ما الآن بدأنا نحن نقول إلى الاحتراف جميل هل طورنا الأندية إلى مستوى الاحترافي؟ إذا نحن ما عندنا قيادات تقود اليانا بالاحترافي أن الأندية برا عبارة عن تجارة بزنس وتجارة مشروع تسويق واستثمار العملية هل نحن بدانا نضع اللبنات الاوليه لهذا الجانب اذا ماشي عندنا كيف فكرنا احنا اللاعبين كلهم نبغى فلوس مرتبات صحيح انت ما عندك القاعده الماديه فيه العالم كله عباره عن تيار يباع في البورصات نعم. وتسمع ذاك السعوديه اشترت نادي القطر اشترت نادي من الامارات اشتروا نادي ليش اصبحت الانديه انتيارية تياريه بزنس صحيح عباره اذا نحن وين واصلين في الموضوع؟ نحن واصلين حتى استثمرنا اللي معانا البسيط واللي حق الف ما استغلنا او سخرناه بالجانب بصحيح في في الجانب الرياضي. استاذ فرج يعني الحديث معك شيق وجميل ولكن وقت البرنامج يداهمنا ولكن حابين نسمع منك كلمه ختاميه لمشاهدي قناه عاد. جميل ما يقال وفعلا وجب الشكر ان العمليه ان قناه عاد قناه عاد تبحث عن كثير من الوجوه الرياضيه القديمه. نعم. التي لها تاريخ بمدينه الشحر. وهي قادت الرياضة في الفترة الماضية وتأخذ الأراء والأفكار وتقارن بين رياضة الماضي ورياضة, ورياضة اليوم هذا جانب من الجوانب كما أي لي نظرة أنه هل نستطيع أن نجمع عقلاء الشحر ومن لديهم المعرفة كيف يصلح الرياضة في الشهر لا. أنتم كقناة ممكن من خلال نقاشاتكم ولقاءاتكم تطوروا بهذا العمل وأطلب من السلطة العامة أن تفيق من نومها وغثاها الكبير الموجود فيها حتى نصلح نستطيع ان نصلح الرياضه في مدينه الشهر. شكرا لك استاذ فرج على كونك متواجد معنا في برنامج الذاكره الرياضيه، وايضا الشكر الجزيل للساده المشاهدين على متابعتهم هذا اللقاء الشيق مع الاستاذ والخبير الكروي فرج عبد الرحمن بيوسف. مشاهدينا الكرام على امل ان نلتقي بكم في الحلقه القادمه من برنامج الذاكره الرياضيه في امان الله.